ناقش المجلس في جلسته العقد الصباح هذا اليوم قانون التحادي بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وطبعا كان أبرز هذا القانون اللي هو حل إشكالية الوزارة المتعلقة بالهيكل الخاص بالوزارة كوكلاء وزارة مساعدين ومساعدي الوزير. وطبعا احنا اتفقنا مع الحكومة على هذا التعديل من حيث أنه يصب لمصلحة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتطوير مهام الوزارة وأيضا للمهام المتعلقة بهذه الوزارة. هناك مهام كثيرة تقوم بها وزارة الخارجية، وطبعا الهيكل هذا يصب لمصلحة تطوير هذه المهام وتعزيز دور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مشاركات دولة الإمارات الخارجية. والكل يعرف طبعا دولة الإمارات هناك لها مشاركات خارجية كثيرة، وطبعا وزارة الخارجية والتعاون الدولي مهامها تعزيز دور وريادة دولة الإمارات خارجيا، وطبعا هذا التعزيز يأتي من خلال الهيكل الجديد اللي خاص بالوزارة.